حركات، اجل رجعتوا غصب الموظفين. اي وزعناها اليوم. يلا عاد شد حيلك واشتغل زين. امه شد حيلك يا ابوي، ترى كلها 10%، لا تفلها واجد. ها عاد 10% ازين من توقيفته سنتين. ها جربت طاقتك؟ فكيتها بذي. غريبه، كنت اتوقع انك ما تدفع الاشياء البسيطه هذه. والله عاد قلت رجل بالبطاقه، بس تحسفت يا اخي، تدفع فلوس على شيء هو من حقك حسافه. على العموم ترى فيك كاشير جديد بيجي اليوم وانت بتدربه 5 ايام. ليش ابوي شغال عند ابوك انا؟ لا شغال عندي انا. حبيبي انا كاشير، التدريب هذا مو شغلتي. الا شغلتك، هذه سياسه الشركه. الكاشير الجديد اللي يعرفه ان التكرار يعلم الحمار ذولي، لا تكرار ولا حمار يعلمهم. حبيبي اسمع، الكاشير حقك هذا شوف لك احد يدربه غيري، اوكي؟ حبيبي انت اقدم منه، لازم. شو السالفه؟ بطاقتك ما تشتغل ولا ايش؟ يا اخوي ما ادري ولا جربته، وجوع الامه ما تشتغل. ايش في سلامات؟ وش صاير؟ يا اخي صوره ادمي ذي، انا لو اقدم على نفسي ما قبلتني، مرسل لهم 1000 صورة وكل مره يختارون نفس الصوره. يا ابن الحلال احمد ربك، سعيد ما حطوا صوره. يا اخوي لا يحطون صوره، يشيلون امها، الله يرحم امهم. طيب وش فيك؟ هد هد يا عمر، ما خبرتك كذا. لا 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 تيأس، لا تيأس، انت راسلهم وبيحلون المشكله. امسك هذا دجاج، لقينا منطول هناك شكله سنه برا الثلاجه. الرحمن الرحيم. شفت رجعنا الخصم؟ اي على البركة، على البركة. الا هم ليش وقفوها سنتين؟ البركة في ابو مرضي وبسطته. اي بسطة؟ ابن الحلال المرة اللي راحت ابو مرضي جمع مقاضي بسط برا السوبر ماركت وصار يبيع للزباين بفرق 5%. داروا على السالفة وسحبوا الخصومات منكم. يعني لو رحت عند الباب بلقاه؟ لا ما انت بلاقي، اصلا ما عطيته بطاقتي للحين. على طاري البطاقة، ليش ما حطيت صورتي ببطاقتي؟ تعال خف رجولك شوي. وش سألتني؟ سألتني عن صوتك البطاقة. المفروض إن نبقي هويتك سرية يا سعيد، المفروض ما حد يعرف من هو مدير الأمن في السوبر ماركت. تورحت لازم نتحيل. وين بطاقتي؟ ايش فيك انت ورا ما تسلم أول؟ سلمنا، وين بطاقتي؟ أفا وسعيد مو مال عينك؟ شوف شو مكتوب هون، يحق. ها ركز لي عليها، يعني هاي أبسط حقوقي كموظف هون. يحق لكل موظف يعمل بالسوبر ماركت التمتع بخصم 10% من مجموع مشترياته. وين بطاقتي؟ وين حقي؟ على طاري حقي، بس الله يهينك البطاقة بس. ايوه انا استاذنكم، احس ان الدنيا مولعة. والله كلامك منطقي يا ابو مرضي، بس لا تركز لي على كلمة يحق وتترك باقي كلمات البطاقة. شو قصدك يعني؟ قصدي ان البطاقة مكتوب عليها يحق للموظف الذي يعمل في السوبر ماركت، ركز على كلمة يعمل. وانا شو بساوي في السوبر ماركت؟ بلعب؟ لا، اشوفك قاعد تسولف معي. يا استاذ فيصل، كيف بحصل على هالبطاقة بدون تعب قلب؟ بسيطة، تروح مخبزك وتشتغل في مخبزك، واجي اشوفك تشتغل في المخبز. ماشي يا استاذ فيصل، هيني رايح على مخبزي وراح اشتغل في مخبزي وراح استناك، بس انت تنساش، ماشي؟ ماشي. السلام عليكم. كم سلام استاذ فيصل. اي نعم، انا رشاد المستدرب الجديد. اهلا اهلا استاذ رشاد، حياك الله. سعيد اني اشوفك اليوم، واضح انك من الشباب السعودي المتحمس. اتمنى يا اخوي رشاد انك تكون متحمس للعمل معنا في السوبر ماركت. الان بنروح للاخ وليد. الاخ وليد هو احد الكاشيرات المهتمين بتدريب الشباب السعودي الجديد، وطبعا هو حيدربك 5 ايام حتكون فيها ان شاء الله عرفت ولميت بكل شيء ان شاء الله في الكاشير. وعلى فكره ترى الاخ وليد انسان بشوش جدا، ويعني ويحب التعاون. مش وليد، الجميع يعني بينهم روح من التعاون والاخوه والصداقه. حتى انا وانا مدير الشفت الا اني اتعامل معهم بكل اريحيه واخوه وتعاون، وان شاء الله انك تستفيد ان شاء الله من الله. تفضل. قايل لك ماني بمدرب احد. هذا زميلنا الجديد رشاد. فيصل قلت لك راح شف غيري، انا ماني فاضي لكم. بالدرب غصب عنك و5 ايام. تبيني ادربه؟ تعال. ما
هذا السير الزباين تحط عليه الاغراض، الاغراض تجيك هنا، هذه لوحه المفاتيح تحط فيها السعر، يطلع لك السعر هنا، هذا الدرج هنا نحط الميات، هنا العشرات، هنا الخمسات، هنا الريالات، هلل ما عندي، هنا علوك، الخمسميات نحطهم تحت عشان الزباين اللي يشوفوهم ينظلونه، فهمت؟ ايش يعني ينظلونه؟ اشتغلت، وين بطاقتي؟ شو اللي اشتغلت وانت واقف؟ وديني قلقة بعد؟ وهل العجينة فردت حالها لحالها مثلاً؟ والله حسب معرفتي فيك يا مرضي، احتمالية انها فاردة نفسها أكبر من احتمالية انك انت اللي فاردها. أستاذ فيصل أنا بطالبك انك تحترم وعدك وتكون زلمي، انت حكيت لي إذا بشوفك بتشتغل بعطيك البطاقة. وها؟ وانا زلمي وعند كلامي، بس انا ما ابغى عجين، انا ابغى شيء اشوفه واذوقه عشان اعرف انه صالح للاستخدام البشري وبعدين اعطيك البطاقه. وانت فكرك هسه بالطلب التعجيزي هذا راح تحرمني بطاقتي؟ تنشوف مين بده ينتصر في الاخر يا استاذ فيصل. ها نشوف. يا ليل الزباين. عنك عنك استاذ وليد، انا اسوي. هات يمي. الله معك يا خالتي، ربنا يوفقك ان شاء الله. يا الله يا الله، بطاريه الجوال تكحل والشاحن في السياره، الحين كيف اروح اجيب الشاحن وخليك هنا يا رشاد؟ ابشر استاذ وليد، انا اجيب لك هو. لا 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 يا رشاد، انت زميل عيب. شوف حبيبي، اول ما تطلع اليسار في البورش الحمراء، جنبها اللمبرجيني السوداء، في جنبها كرسيدة بيضة صغيرة تاكسي، بس انها كويسة، اوكي؟ تحصل الشاحن بالجيب اللي تحت، اوكي؟ جيبها. الله يخليك، الله يرضى عليك حبيبي. سلمك يا حبيبي، اشكرك. بس تتأخروش، الله يرضى عليك. زي ما بحكي لك، لا تتأخروش. لا، هو القصة كذي. ابو مرضي، ليش هذه ما استوت البطايق؟ حس لو بفتحها بلقى فيها دم. اسرع اسرع مما بتقدر. وراها انظى ذي. استاذ فيصل، اذا ما عجبك لا تاكل، يا اما تعالي اشتغل مكاني احسن. الله جابك. وش عندك؟ لقيت حل لصورتي. حلو، كيف؟ جبت صوره من عندي وحطيتها فوق الصوره القديمه، وجبت بلاستيك على اساس اثبت الصوره فوق الصوره القديمه. يبقى اخر خطوه اللي هي وش هي؟ التغليف الحراري. بس المشكله ما عندي اي خلفيه عن التغليف الحراري، فحطيتها في الميكرويف. طيب وش المطلوب؟ يعني لو تطلب لي بطاقه جديده وعادي خلهم يحطون الصوره القديمه، ما عندي اي مشكله. اوكي. وهيك خلصنا شغل اليوم. وين بطاقتي؟ كخبز ممكن تقولك خلصت على اعتبار ان هذا خبز اصلا، لكن شغلك كموظف للحين ما خلص. وشو باقي لي انا في شغلي كموظف؟ لسه باقي عندك الجرد. لازم نشوف كم المواد الخام اللي عندك، وكم استخدمت منها، وايش الناتج منها، وكم عندك عدد فطاير، زعتر، لبنه، جبنه، بقلاوه، الكيك، لازم كله اعرفها بالعدد. وهل كل هذول؟ أنا عمري ما عملت الجرد هذا أساساً. أنا أشهد أن عمرك ما سويت جرد، لكن هذا ما يعني أنه مو بشغلك. أيوه، يدك ثانية. يدك أيوه، سلام. يا رجل لي أسبوعين أعصابي مشدودة، أيوه. في نقطة تحت يا ريت لو توصل لها، العصب هذا ريت. الله يا بس. شكراً. تحت أمرك أستاذ وليد، تحت أمرك، بس ما تبغاني نكمل تدريب؟ رشاد حبيبي ركز معي، الله يخليك.
الاشياء الروتينيه هذه ما يبغى لها تدريب، اشياء تافهه يعني. يا كيف تحاسب الزبون وتقيس اغراضه، تعلم كم حسابه اخره اليوم، كيف تطلع الميزانيه وتقارنها مع الاي تي ام، هذه كلها اشياء تافهه. ابغاك تستفيد من وجودك مع رجل مثلي. انا على فكره رجل خبره، هنا 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 رجل خبره انا في المجال هذا. حاول انك تنهل مني، تقتبس، تركز معي في اشياء. مثلا يعني انا مش انا اللي اخترعتها صراحه، انا كنت مشارك في اختراعها، حاجه اسمها unexpected problems، الاشياء الغير متوقعه. الحين لو تروح عند اي كاشر في العالم قول له unexpected problems يقول لك وليد unexpected problems وليد، يعني حاجه معروفه. خلينا اعطيك مثال على الاشياء الغير متوقعه. مثلا انت واقف على الكاشير، جاء زبون يحاسبك، حط اغراضه على السير، توقف السير، ايش تسوي في اللحظه هذه؟ اقرب الاغراض واكلم الصيانه يجوا يصلحوا السير. غلط. خلنا اعطيك شيء ثاني. جو عندك اثنين زباين وتهاوشوا على الكاشير، ايش تسوي؟ طيب حاول اصالح بينهم، واذا ما نفع اكلم السكرتي اقول له يجي يصلح الموضوع. غلط. خلنا اعطيك حاجه كذا اقوى. زبون جاء عندك هو يحاسب، اغمى عليه، ايش تسوي؟ اغمى عليه. طيب اول شيء اسويه احاول اسوي اسعافات اوليه، واكلم زميلي اقول له يكلم الاسعاف. ورا ما تروح تسوي له تنفس اصطناعي. غلط يا حبيبي، غلط، ما يصير. شوف ركز معي، الحل اللي انا اخترعته حل بسيط جدا سهل في الجهاز هذا. جهاز النداء هو الناس النورمال يسموه جهاز نداء عادي، الناس الاب نورمال زي هذا الجهاز بالنسبه لنا هو جهاز حل المشاكل. يعني مثلا اي مشكله هنا تحصل عندك انت مباشره تضغط على الجهاز وتنادي فيصل. ليش؟ لان الشغل هذا اصلا شغل فيصل، وعلى فكره يمكن فيصل يزعل منك لانك تعديت على صلاحياته. نعم، فاي مشكله عندك تضغط على الجهاز وتنادي فيصل. الان نعتبر انه عندك انت الان مشكله، حتوريني كيف الحل، اوكي؟ يعني انادي استاذ فيصل؟ تفضل. انادي استاذ فيصل؟ نعم. اوكي. استاذ فيصل؟ غلط، ارجع ارجع ارجع. شوف، راقب وتعلم. فيصل! بس خلاص، موضوع بسيط. يلا الحين حبيبي بعد ما ساجي ايش يبغى لنا؟ حبة حمضيات كذا على كيفك، جيب لي اياها تكون باردة، اوكي؟ يلا. من عيوني، ابشر. يلا. شاطر. ولو بدك اياني اجرد لك السوبر ماركت هاي كلها، ها؟ فيش عندي مانع، بس بطاقتي ماخذها ماخذها. ولا يهمك، بس بعد ما تخلص اشغالك اليوميه كلها. ايش قاعد تسوي يا خبر؟ ايش قاعد تسوي؟ الحين عسى ما كل مين يشرب مويه ولا ناكل فصص ولا ناكل علك بتحاسب عليه، ما بقول انت، هذا حقنا حق. تعال اوريك، تعال. هذا حقنا، هذه حقتنا، هذا حقنا، هذه حقتنا، هذه حقتك، هذه حقتي. هذه حقتنا. شف، طالما انت على راس العمل اي شيء تاكله تشربه تلبسه تستخدمه هذا حقك. عاد لا تجي تفلها خارج اوقات الدوام وتسرق، ما يصير، عاد حرام. لا ما نبغى حرام. اوكي عادي. هذا ايش حقنا؟ شاطر. هلا عمر. هلا والله. هلا حبيبي، ايش عندك؟ لا بس سلام ورحمه الله. هلا، اللي يبون حليب حالي يسوون حلا. حلو. بكره تصير خالتي الظاهر الظهر. كفو، ما عرفتك رشاد زميلنا الجديد. هلا والله. السلام عليكم، كيف حالك استاذ؟ كم؟ 48. والخصم حق الموظفين؟ اوكي، عادت البطاقة، عطني اياها. لازم. حبيبي عطني البطاقة خلنا نشوفها. مشوارك تطلع من مخباك ثم يطيح رياض ثم يجيك واحد يقول شو حبيب طاح منك رياض. ما له داعي، اخلص اخلص. حب ما يصير، عطني البطاقة لازم اشوفها، امررها هنا على اساس تنزل عندك خصم بالسيستم 10% على حسابك. يا اخي حنا اخويا يا رجال، بعدين علم الصداقه والاخويا بين الشغل تمشي. ايش فيك يا عمر؟ اقول لك البطاقه هذه لازم نمررها هنا، بعدين الموظف عندنا رجال جديد، يعني لازم نعلمه كذا النظام. يلا هاتها شوف. ها هذه كيف؟ خلاص يلا.
حب ما يصير عطني طاقة لازم أشوفها مرر هنا عساس تنزل عندك خصم بالسيستم 10% حسابك. طب أنا مرر. مش مرر أنت يا الحلال هات. هل أنت السيد؟ إيه أنا. طيب حاضر سير. تفضل. ما قد طلعت لك صورة شينة؟ لا. تفضل. آسف. الحين الواحد يعرف يشتغل صح. بطاقتي تستاهل يا ابو مرضي، انت فعلا اليوم موظف يعمل بالسوبر ماركت. تفضل. عفوا هذه بطاقتي. 15% خصم. انت بطاقتك هذه هي 10% خصم فقط لا غير. هاي مش حكيت لك اني مستلمها؟ مستلمها مين هسه اللي مشى كلامه على الثاني؟ مين اللي انتصر؟ انا طبعا. انا اصلا كنت ملزم اني اسلم كل موظف بطاقته اليوم، بس انا اليوم شغلتك يا ابو مرضي شغل عن شهر كامل. مش انت شغلتني يوم عن شهر؟ طب شو رايك يا استاذ فيصل اني راح اثبت لك اني بهالبطاقه هاي راح اطلع راتب شهرين. عمي تفتكر هذا سعره كم؟ ها؟ سعره ما تفتكر كم سعره؟ وشو؟ طبعا اذنك دقيقة ثواني روح اجيب سعره وارجع لك. تعال وين رايح؟ ب10 ريال. ما شاء الله استاذ وليد حافظ اسعار السلع كلها؟ اي حافظها كلها، حافظ اسماء امهاتها. خير ان شاء الله، تبغاني احفظ اسماء ذي كلها انت وجهك. اجل كيف عرفت انها ب10 ريال؟ علبة فليت وش تبغاها تكون يعني مليون؟ ترى ب10 حدها 10 وتخب عليها. كمل. 81 ريال عمي. وشو؟ يا عم 100 ريال حسابك. واخر كلام 90 ريال عشانك. من عندي لعندك. خلاص عم لك انت 81 اخر شيء، انا ما اقدر اكثر من كذا. شف قاعده، اي زبون شايب اصلخ فاتوره ب 20 ريال زياده. تعرف استاذ وليد فكره حلوه جدا، بس عندي سؤال. لو الزبون ما كاسرك عادي، هذا 20 ريال في مخباتك. بس هي 19. كيس. يلا يا شباب في الدور وبأسلوب حضاري ونظام. يلا 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 استعجل استعجل. ابدأ نزل له. مرحبا أبو الول. هلا 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 حبيب حبيب. أنت لا تنسى حاجة، الحين راقب وتعلم. روح كيس روح. كيس روح. أبشر روح. شرفة تمرين أديه. حسابك 62800. يا سلام نغم يا لبة. هسه وهيك 10% منهن بيطلعوا 6280، مش هيك يا وليد؟ نصهن 6140 ريال يا وليد. هسه هذول مش راتب شهرين. ها لا والله، لكن خذ عهالنقلة من اليوم، خوف الله بعد شهر بصير بقلب بالقدس. 62800 نقص منهم 100 حقت البطاقة يصير عندك 62700 المجموع. تتخوث؟ هاي الرياضيات الحديثة اللي علموكم إياها. يحق لكل موظف الاستفادة من خصم البطاقة إذا كان مجموع مشترياته الشهرية 1000 ريال فقط. هذه سياسة الشركة بالنسبة لخصم البطاقات الجديدة. وين تصار هالحكي؟ يا أخوي إيش فيك تسألني؟ البركة ببسطتك الله يسلمك. يا أخوي يا أخوي.
يا شباب استنوا يا شباب، لسه ضايل 100 ريال. خلص بنقسمها 50-50. طب 25-75، صلوا على النبي. 100 ريال يعني لو حبيت تجمع راتبين يا ابو مرضي يبي لك 13 سنة وتسعة شهور. مبروك عليك البطاقة. على فكرة قبل ما تمشي يا ليت تلم الأغراض هذه وترجعها مكانها. بلمش اشي أنا، في عمال يلموا. وأنت يا حبايبي انبسط، خلاص بنشيل من عندك التدريب وأنت بنشوف لك واحد ثاني يا رشاد يدربك. معاصم الدعوة فوضى هي حبيبي، أنا اللي بديت التدريب أنا اللي انهي التدريب. أي تدريب ذا يا حبيبي؟ هذا اسمه تخريب. وش في تدريبي؟ وش في تدريبك؟ أنا لو أتحمل وليد يطلع لي وليد ثاني. يا رجل هذا الرجل قاب أمامك، هذا أنا جاري ولا شيء. صنعت منه هامة، صنعت منه إنسان، صنعت منه بشر. هذا الرجل خلال يوم واحد خليته أفهم كاشير عندنا. أفهم كاشير؟ حبيبي بنسأل أفهم كاشير عندك. حبيبي يا رشاد تخيل، تخيل إن في اثنين موظفين زملائك يتهاوشون، كيف تتصرف؟ فيصل! شفت القادم؟ شوفت عينك بتتحمم. اول مره تحمم في حياتك تحمم عندي جلال. ايه حلو يلف عليك اسمك وخ، ما تدري وين يلف. تمسكوه وتحطوه في كرتونه تقرطصوه كذا وبعدين ما ادري ترموه. المهم هذا الكلام اللي انا دائما كنت اقوله، الزباين زباين. انا انقي الفلوس اللي بالدرج، ما عاد الفلوس اللي بالدرج. بس ولدي ضاع. اطلق ابو شكيب الذي بداخلك. ابني ارجع مكانك. شو مسوي الزبون مره هذه؟ والله ما ادري، بس سوبر ماريو هاوش عبسي، واظن ان سوبر ماريو قز عبسي قزه ما هي مريحه. تحس ان يعني اعتذار صدقي ولا بغيبك؟ تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.